دمشق واصلت قواتنا الباسلة ملاحقتها للإرهابيين في منطقة عدرا، حيث طهرت منشأة المطاحن وأعادت الأمن والأمان إليها بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين. المراسل الحربي في الإدارة السياسية رافق إحدى وحداتنا الباسلة وعاد بالتقرير التالي. نحن الآن في منطقة عدرا وبالتحديد في منطقة المطاحن. هذه المنطقة دخلتها العصابات الإرهابية المسلحة وقد قامت بتخريب كل محتوياتها من الداخل، فما كان من الجيش العربي السوري إلا وقام بدخول هذه المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين. كما تشاهدون حجم الأضرار المادية التي لحقت في هذا المكان نتيجة إجرام العصابات الإرهابية المسلحة. طبعا الدمار متواجد في كل مكان. طبعا هذه الطلاقيات التي كانت يستخدمها العصابات الإرهابية للتنقل خوفا من نيران جيشنا الباسل. هنا القناصو وجبهة النصرة كانوا متمركزين في هذه المنطقة، ولكن تم سحقهم من قبل رجال الجيش العربي السوري. تسللت العصابات الإرهابية المجرمة إلى أحد المنجزات الاقتصادية المتمثلة بالمطاحن الحبوب محطة تشرين، وأعبست فيها بالتخريب والدمار كما تلاحظون الآن من خلال الكاميرا الموجودة أمامنا، واستخدموا عدة أنواع من القذائف والمتفجرات المتواجدة أمامنا. تمكنت وحدتنا من تشكيل ثلاث مجموعات، مجموعة اقتحام ومجموعة تغطية، وتمكن من تحرير المباني وسحقوا تحت أقدام قواتنا المسلحة الباسلة. نحن رجال الجيش العربي السوري نقوم بسحق هذه المجموعات الإرهابية وإعادة الأمن والأمان إلى الوطن الأم سوريا الحبيبي. مجموعة تكفيرية احتلت المباني، قمنا بتطهيرها على وشك إكمال مهمة بشكل كامل وسحق المجموعات الإرهابية. نحن القوات المسلحة نعاهد الله والوطن على أن نبقى جند الأوفياء المضحين بالغالي والنفيس في سبيل عزة عزة الوطن وكرامته، أوفياء لشعارنا وطن شرف إخلاص. بفضل سواعد رجال الجيش العربي السوري قد أعيد الأمن والأمان إلى منطقة المطاحن في مدينة عدرا. كان معكم المراسل الحربي للإدارة السياسية ريف دمشق عدرا.